دائما بس نشوف عروض ازياء لمصممين عالميين بيخطرنا نعرف هدول الاشخاص كيف كانت حياتهم وبدايتهم وكيف قدروا يوصلوا للشهره ويعملوا اسم ينعرف بكل انحاء العالم. ونحن كل فتره عم نحكي عن احد الشخصيات البارزه بمجال تصميم الازياء، واليوم رح نحكي عن رالف لورين المؤثر الكبير بعالم الموضه والازياء ومؤسس شركه بولو الشهيره. بدأت قصة نجاحه بربطات العنق. رالف لورين أحد أشهر رجال الأعمال بالعالم. شركة رالف لورين صنعت لنفسها مكانة مرموقة ومهمة كشركة عالمية رائدة بمجال الملابس والإكسسوارات والعطور لأكثر من 50 عام. عاش لورين بداية حياته بفقر، ومع هيك استطاع أنه يكون ملياردير مشهور على مستوى العالم. ولد بنيويورك بتاريخ 14 تشرين الأول عام 1939، وبدأت سلسلة النجاحات بابتكار تصاميم مميزة لربطات العنق ليطلق من بعدها خط لتصميم الأزياء الرجالية الفاخرة، لينتقل لتصميم الملابس النسائية المشابهة للأزياء الرجالية الكلاسيكية. وبعام 1972 أعلن لورين عن مجموعة جديدة مكونة من قمصان قطنية وحمل التصميم شعار الشركة الشهير يلي بيحمل اسم العلامة التجارية بولو. وبعام 1974 قام رالف بتجهيز طاقم التمثيل الرجالي لفيلم جاتسبي العظيم بالملابس المختارة من مجموعة بولو الخاصة فيه. ميز الفيلم بسلسلة من البدلات والسترات الصوفية للرجال على طراز عشرينيات القرن الماضي. أصبحت تصاميم لورين الأكثر طلب عند المشاهير بسبب تميزها بالطابع البريطاني أو الأمريكي الكلاسيكي، ونجح لورين ببيع منتجاته وأصبح لديه متاجر بأماكن عدة ليثبت للعالم أنه ما في شيء مستحيل.